صلوا على رسول الله. بسم الله. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن بديل الاستشوار وبديل المكوى. حاجة حلوة جدا جدا وسعرها مش غالي خالص، بتبدأ من 50 جنيه، وانا جربتها شخصيا. بتفرد الشعر بطريقة حلوة جدا وبتخلي شعرنا لو عاملين حمام كريم او حمام زيت اي نوع موجود عندنا بتخلي الشعر وهم بجد. ما كنتش مصدقة النتيجة، بالذات لو احنا لفينه كمان لو عندنا البكر اللي هو بتاع الشعر ده، وهمي بصراحة. وهو فيه الزر زي ما انتم شايفينه كده، ده بنتحكم في درجة الحرارة بتاعته. احنا بنحط الفيشة في الحيطة بتنور زي ما احنا شايفين، وفيها مستويين للحرارة. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندلك الكريم او الزيت اي نوع موجود عندنا نكون احنا بنحبه، بندلكه في فروة الراس حلو جدا، وبرده على الشعر كمان نفسه. ولو احنا عايزين بقى نفرد، نعمل قصة بقى، نفرد شعرنا، كل الحاجات دي هتكون حلوة جدا جدا. انا مش قادرة اوصف لكم بجد ازاي هو هايل جدا في فرد الشعر، ونتيجته حلوة جدا. بدل ما نقعد بقى نسخن فوطة ونعمل الحاجات دي، ومعظم الناس بتكسل تعمل الحاجات دي، وطبعا الفوطة بتبرد، لا نرجع نسخنها تاني، لا الفوطة تبقع من الزيت، لا خلاص الحاجات دي خلاص انتهت. بجد بجد البروكاب ده هايل جدا جدا، اسمه بروكاب حراري. بصراحة اللي هيجربه هيدمنه، هو حلو جدا جدا. انا كنت مترددة بصراحة ان اجيبه، لكن بامانة انا جربت سشوار ومكوى وجربت ده يعتبر يعني ده اخفهم ضرر. طبعا بنغسل شعرنا بعده عادي خالص، بس ما بنغسلش شعرنا اول ما بنخلص على طول. يعني احنا بنحطه مثلا من ربع ساعة لنص ساعة، ما نكترش عن نص ساعة. طبعا تحته لازم نحط حاجة، ممكن نحط بني قطن، او في بني القطن عاد منتشر جدا اليومين دول. وانا بصراحة استخدمت عليه البني العادي، حطيته في شعري عادي، بس اهم حاجة ما نستخدمش بناس معدنية. ان شاء الله هو كده كده مش بيكهرب، مش بيوصل كهرباء للشعر، بس الاضمن ان احنا ما نحطش اي حاجة معدنية في شعرنا. المهم ان هو بيغذي الشعر جدا جدا، وبيوصل الزيوت بقى الطبيعية او اي كريم او اي حاجة احنا حطيناها لفروة الراس حلو جدا، بيخليها تفرز الزيوت اللي فيها. وبامانة بامانة انصحكم انكم كلكم تجربوا. وانا عاملة لكم ريفيوات على فكرة عن السشوارات برضو حلوة، ومكاوي جمع مكوى ايه، مكوات مكاوي إيه، لا اله الا الله. اكتبوا لي في التعليقات قولي لي جامع مكوى ايه يا جدعان. المهم ان البروكات بصراحه حلوه قوي. وانا كمان عامله معاكم المكوى اللي هي سوكاني، ما هيش غاليه خالص برضو، سعرها حلو ومش مكمله 100 جنيه اصلا، وبتفرد الشعر بطريقه هايله برضو، وبرضو عمرها يعني هي تقريبا معديه سنه معانا الحمد لله كويسه، بس كان جه فيها عطل مره، مش عارفه كانت الكهرباء مش واصله فيها ولا كان فيها ايه، ودانها للراجل خد 10 جنيه وصلحها، ما كملتش حاجه يعني، والحمد لله شغاله كويس. ما تستخسروش في شعركم يا جماعه. يعني بصوا دي حاجات سهله جدا ومش ورخيصه، وفي نفس الوقت ما هياش وبرده ضررها مش كبير على الشعر. يعني البروكاب ده بصراحه اختراع هايل. لو حسيتي مثلا انت حطيتيه على شعرك وحسيتي ان الحراره زادت، افصلي معاك التحكم في بتاع الزرار بتاع التحكم ده اللي انا لسه موريه لكم، هتهدوا الحراره، عايزين تعلوا الحراره علوها. في كمان انا كنت عامله حنه فرد بصراحه كانت تحفه قوي، طالع منها هندي وطالع منها مصري، في منها انواع كتير، وفي طبعا صيني. جربوها، هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، وادخلوا عليها حلو قوي برضو، هتنفع. وبعدها تستخدموا كمان بروكاب هيرطب، هيبقى خلي بصراحة شعركم وهم. ولو محتاجين اي ريفيو عن اي حاجة تانية، او محتاجين اي استفسار، اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله وانا اساعدكم. وكمان انا عندي جروب ببيع فيه كل المنتجات، ان شاء الله تابعوني، وتابعوني على الفيسبوك في صفحة ابلة نظيرة، برضو هنزل عليها منتجات حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.